اقترب فريق الشرطة من إحراز لقب الدوري الكروي الممتاز بعد فوز ثمين على ضيف الكهرباء بهدفين دون رد على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة 36. وتمكن علاء عبد الزهرة من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 12، وأضاف السوري محمود المواس الهدف الثاني في الدقيقة 24. وشهد اللقاء تعرض مدافع الكهرباء علي خالد للطرد في الدقيقة 17. بهذا الانتصار تمسك الشرطة بصدارة الترتيب برصيد 76 نقطة ويحتاج إلى الفوز في الجولة المقبلة للتتويج باللقب، فيما تجمد رصيد الكهرباء عند 59 نقطة بالمركز الخامس. الحمد لله وشكر. مباراة مهمة ضد فريق مهم، اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية. مبروك لأخواننا اللاعبين، تدري كانوا مضغوطين هاي الفترة بعد خسارة كربلاء. ثلاث نقاط مهمة من فريق صعب، فريق ينافس على رابع الدوري، كادر تدريبي محترم، لاعبين محترمين. قدرنا نسجل بداية المباراة هدفين، بعدها صارت حالة الطرد، قدرنا نحافظ على أداء الفريق الحمد لله وشكرا. أهم شيء ثلاث نقاط، تدري أنت نهاية الدوري بعد. اليوم تعاملنا مع ظروف مباراة حقيقة، يعني سيناريو ما متوقع، أنت من خطأ من حارس مرمى، إضافة إلى أنه يترتب عليها طرد لاعب. حقيقة أنه ممكن، أنه مو ممكن، أكيد أنه أربك حسابات الفريق بشكل كبير. تعرف أنت تواجه الشرطة فريق مندفع، مباراة حياة أو موت بالنسبة لنادي الشرطة. كان ممكن عندنا كثير نضيفه بهاي المباراة، لكن سبحان الله بين مستوى بين أخطاء بين طرد ظروف مباراة. الحقيقة المباراة كانت ندية بأول 10-15 دقيقة، حدثت أمور خارج نطاق قدرتنا مثل حالة الطرد، الخطأ اللي صار به الهدف. فريقنا كان ماشي بالطريق الصحيح، لكن تعرف هذه الامور تحدث بكره القدم. احنا مرتاحين لان قدمنا اللي علينا، ومبروك النادي الشرطه. مبروك نادي الشرطه، هاردك فريقنا فريق شاب فتي. الحمد لله، تعرف كره القدم فوز وخساره. كنا متوقعين السيناريو انه تحدث بعض الاخطاء، بس كنا نحاول نمتص اول ربع ساعه. فريق شرطه جاي من خساره، بس بدنا نمتص الحماسهم اول ربع ساعه ما قدرنا. تعرف تعرضنا لطرد صح مو صح هاي تبقى يمين لجنه الحكام. الحمد لله، الحمد لله هاي ظروف المباراة قدرنا نحافظ على 2-0 ولعب ند النت واحنا بعشر لاعبين. مبروك للجميع، مبروك لهذا الجمهور اللي عازرنا طوال المباراة. اكيد هاي الثلاث نقاط ما جت من فراغ، جت من تكاتف الجميع. تعرف الإدارة ما قصرت بأي شيء، كادر تدريبي الحمد لله والشكر وضع النقاط على الحروف مثل ما يقولون. اخوان اللاعبين ظهروا بمستوى يليق كلاعبين نادي الشرطة. الحمد لله والشكر حصلنا على ثلاث نقاط وهو الأهم هذا. بقينا مباراة واحدة لحسم اللقب إن شاء الله. ما نقدر نقول حسمنا اللقب، لكن إن شاء الله بالمباراة القادمة نقدر نقول حسمنا اللقب.